بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب. هذه أيام عظيمة، هذه أيام فاضلة، هذه هي الأيام الأخيرة من عشر ذي الحجة. فنحن حين تبث هذه الحلقة سنكون قبل يوم عرفة بيوم، وحين تعاد سيكون ذلك يوم عرفة بإذن الله تبارك وتعالى. يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى بعد يوم النحر. يوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله تعالى فيه الدين وأكمل النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان يهودي يقول للصحابة: لو أن فينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. وإذا بعمر فاروق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم الجمعة، يعني في حجة الوداع. هذا حديث أخرجه مسلم. عرفات هو اليوم الذي يكفر صيامه سنتين من الذنوب سابقة له ولاحقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصيام يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه مسلم. عرفات هو اليوم الذي يسن فيه الدعاء يوم عرفة وإظهار الحاجة لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن، وهذا كلام يعم في الحاج وغير الحاج. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، سواء لمن كان حاجا أو لمن كان في دياره. يوم عرفة فيه الركن الأعظم من أركان الحج، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هذا أورده الإمام النووي في كتابه المجموع. اليوم الذي يعتق الله فيه عباده من النار هو يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فيغفر الله تعالى لجميع المسلمين مما يزيد في غضب إبليس. يوم عرفة أيها الأحباب هو اليوم الذي يباهي الله تعالى بعباده ملائكته. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. اسمع اسمع: وإنه ليدنو جل في علاه، ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء. وهذا الحديث يريد التقرير، يعني أراد عبادي طاعتي، أراد عبادي مرضاتي، أراد عبادي الفوز بجنتي، ولهم ذلك كله. يوم عرفة أيها الأحباب كما أسلفت يأتي في المرتبة الثانية بعد يوم النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم يوم، أو إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. أخرجه أبو داود. في يوم عرفة أيها الأحباب وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه، والذي عرف بعام الوداع، عرفت خطبته بخطبة الوداع، فخطب في المسلمين خطبة لن تجد أجمع ولا أعظم ولا أكثر نفعا
ولا فائدة منها، كان يودع أصحابه ويوجه حديثه للدنيا بأسرها في زمانه ومن بعد زمانه. وما أجمل أن نتأمل خطبة الوداع. والله أيها الأحباب، نحن بحاجة إلى خطبة الوداع، ليس ونحن في ظلال عرفة وحسب، ولكننا في حاجة إلى خطبة الوداع في كل يوم من سنتنا، في كل لحظة من لحظاتنا، لأن خطبة الوداع لخصت الدين، ولأن خطبة الوداع تحدثت عن المصلحة فحققتها، وعن المفسدة فأزهقتها. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقف بين أصحابه فيحمد الله ويستعينه ويتوب إليه ويعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول لأصحابه: نتبارك بنص خطبة الوداع: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته. التقوى والطاعة، التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. لو كانت هذه الأمة تتقي ربها حكاما ومحكومين، ما كنا في الدرك الأسفل من حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حين غابت طاعة الله من حياتنا، وغاب الخوف من الله عز وجل في دوائرنا الحكومية الرسمية وفي دوائرنا الشعبية، حين غابت التقوى عن معاملاتنا التجارية ومعاملاتنا السياسية، صرنا إلى ما صرنا إليه من الهوان على الناس بعد أن هنا على الله تبارك وتعالى. انتبهوا أيها الإخوة، نحن تعلمنا أن نصوم عرفة، وتعلمنا أن نصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وتعلمنا أن نصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام البيض من كل شهر، وتعودنا أن نصوم الستة من شوال، تعودنا أن نسبح وأن نكبر، لكن أين روح تشريعنا؟ أين روح ديننا؟ يعني الذي يأكل الربا يسبح ويصوم، والتي تتبرج، تأتيني بعض الطالبات من بنات العزيزات وتسألني عن دقائق أحكام الصيام النفل وهي متبرجة، لماذا فك الارتباط هذا الذي ألفناه من أسف؟ لماذا نألف فك الارتباط بين العبادة العملية والعبادة الطقوسية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة الوداع بالتوصية بالتقوى وبطاعة الله. التقوى يعني أن ترى الله عز وجل في كل أعمالك، أن ترى الله عز وجل في سرك وعلانيتك، أن ترى الله في صحتك وسقمك. التقوى أن ترى الله في فقرك وفي غناك. التقوى أن ترى الله في يقظتك ومنامك، أن ترى عظمة هذا الدين فتقتدي به وتتمسك بأهدابه، ولا تفرق بين أمانة وصدق وبعد عن غش الناس، وبين صلاة وصيام وزكاة وحج. أما بعد أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في موقفي هذا: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أرأيت إنه يوصينا بدمائنا، بأموالنا، بأماناتنا، لأن هذا هو الدين العملي، هذا هو الدين الذي يثبت فيه صدقي وصدقك، أو كذبي وكذبك.
نسأل الله العافية. هذا هو الدين العملي الذي يجعلك على المحك ويبين صدقي وصدقك من كذبي وكذبك. هذا حقيقة، هذه الحقيقة التي ينبغي أن نخاف منها، وينبغي أن نعرض عن أنفسنا عليها لنعرف إن كنا فعلا نقوم بحق هذه الأيام قياما صحيحا، أم أننا نمثل على أنفسنا. فالله تبارك وتعالى رب العشر الأوائل من ذي الحجة، هو رب رمضان، هو رب الشهور كلها، هو رب الأشهر الحرم والأشهر غير الحرم. الله الموجود في هذا الزمان موجود في كل زمان. الله العالم بنا في ما نصنع وما ندع وما نفعل في هذه الأيام، عالم بما نصنع وما ندع وما نفعل في غير هذه الأيام. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نستشعر أمانة المسؤولية. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الحجة علينا، يقيم الحجة علينا. من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الحكام المسلمون، يا أيها الشعوب المسلمة، الربا اليوم مستفحل، وأنتم تشكون أن الاقتصاد فاشل. كيف لا يفشل الاقتصاد ونحن عبيد بنوك الغرب؟ كيف لا يفشل الاقتصاد ونحن مصرون على أن نتعامل بالربا ونقلد غيرنا من غير المسلمين؟ كيف لا نفشل اقتصاديا وماليا واجتماعيا ونحن نحارب الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا إن كنتم مؤمنين. هذا الأمر والله أمر خطير، وأنا أريد أن أقيم الحجة على كل نظام سياسي يصر على أن يحكم شرع الربا في الأمة. والله قتلتمونا، والله نزعتم البركة من أموالنا ومن أعمارنا. هذا الزمان هو الزمان الذي من لا يأكل فيه الربا يطاله هباؤه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: المال الذي في جيوبنا كله مر على البنوك الربوية، وكله تعامل فيه الناس بالربا من أسف. ثم يأتينا صحيح أنا موظف فآخذ راتبي من عرق جبيني وراتبي حلال، لكن هذا المال أخذ وأعطي عن طريق الربا مرات ومرات، ثم جاء إلى يدي، مكث في يدي. صحيح أني أخذته حلالا، لكن هباء الربا عليه. أفلا تريد أن يؤثر في تنشئة الأولاد؟ أفلا تريد أن يؤثر في بركة الزوجة على زوجها؟ أفلا تريد أن ينغص حياة الأمة ويفقدها هناءها؟ كل هذا بسبب شؤم الربا الذي تصرون أيها السياسيون على أن تحكموه فينا. فنحن نوقفكم بين يدي الله ونقيم الحجة عليكم، وسنشكو أمرنا إلى الله، لأننا من غير حول ولا طول ولا نقدر عليكم، لكننا نقيم الحجة في هذه الدنيا أننا قلنا بدل المرة 100 مرة إن الربا هو من أعظم الوسائل والسبل التي تحاربون بها الله تبارك وتعالى. ثم تريدون النصر، ثم تريدون المطر، ثم تريدون بحبوحة العيش، كيف يمكن أن يكون؟ طيب، لابد من فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب، وما زلنا في ظلال خطبة الوداع. نعم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الربا،
ويبدأ بعمه العباس، وإن ربا عم العباس بن عبد المطلب موضوع كله، يعني في الجاهلية ما كان في الجاهلية، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم عامر بن أبي ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب. وبهذا صلى الله عليه وسلم يقضي على عادة الثأر السيئة، يقتل الرجل فيقتل بدلا منه سادة القوم، ويقتل أكثر من واحد، وبدل أن يقتص من القاتل يحرق قلب أهله بخسارتهم لأعز رجالهم في أسوأ نظام اجتماعي عرفته الجاهلية، نظام الثأر الذي أكل من العرب من العربي وشرب. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، نعم، يعني كل مآثر الجاهلية موضوعة وهي منبوذة، إلا القيام على أمر الحجاج في الكعبة، السدانة وإدارة الكعبة والإشراف على الحجاج، ثم سقاية هؤلاء الحجاج والسعي على إطعامهم وإكرام وفادتهم، والعمد قود، يعني فيه القصاص، القتل العمد فيه القصاص. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه 100 بعير، وهي إيه؟ وهي الدية 100 بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطمع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. نعم، الشيطان ما عاد يتخيل أنه أنت تصلي له، مع أنه اليوم صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، اليوم في عبدة شيطان، وهم الشيطان نفسه، في عبدة شيطان بيقيموا الحفلات الماجنة والنشاطات المثلية وغير المثلية، اليوم في خلايف للشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطب الصحابة إنه الشيطان يئس أن يعبد، لكنه يلتف عليكم، فمن عبد شهوته فقد أرضى الشيطان، من عبد حاكما فقد أرضى الشيطان، من خاف من صاحب سلطان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لا يبطش به هذا السلطان فقد عبد يعني الهوى من دون الله تبارك وتعالى وأطاع الشيطان. هناك طرق كثيرة تخرج الإنسان عن دينه فيكفر كفرا عمليا إذا عصى الله ورسوله. إذا دافعت عن قريب إليك بالباطل فقد أشركت مع الله تبارك وتعالى، إذا أخذتك الحمية فنصرت قريبا من أقربائك على مظلوم فقد أشركت مع الله تبارك وتعالى، إذا عظمت قيمة من القيم فوق تعظيمك لدين الله فقد أشركت مع الله تبارك وتعالى. انظر إلى حياتنا العملية، كم ينافقون، كم يخونون، كم يتجسسون، كله لأجل عيون المنصب. شوف، أنت ما بتحلم بهالكرسي إلا لما تصير على قد مقاسنا، بدك تضر فلان، وبدك تؤذي فلان، وبدك تكون في طريق فلان، أين تذهب؟ يا رجل، المنصب والله ما هو دايم. يا أهل عرفة، يا أيها العباد في يوم عرفة، إياك أن تتنازل عن دينك لأجل لعاعة من الدنيا. المنصب ما بدوم، ورضا المسؤول عنك ما بدوم. اسمع حبيبي وحبيبك، من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اصحى تمارس سخط الله، اصحى تعصي الله عشان توصل لشيء في الدنيا. الشيء اللي بتوصل له حتسحسل عنه، وبيجوز في يوم أقرب من اليوم اللي كنت تتصوره. يا سلام،
يدهمك مرض الأبعد، نسأل الله العافية، فلا تعرف كيف تكرفتت. فإذا قضيت حياتك والله ما عاد حدا يذكرك. كم من مسؤول مات، كم من صاحب جاه مات، كم من صاحب مال مات، وينهم؟ والله لا يكاد الناس يذكرونهم، انتهوا، ولكنهم مساكين ذهبوا إلى الله بأرجاسهم، وذهبوا إلى الله بمعاصيهم، وذهبوا إلى الله بنفاقهم، وذهبوا إلى الله بإرضاء أهل المعصية ضد أهل الحق، ذهبوا إلى الله بتركهم للمعروف والتصاقهم بالمنكر. اصحى اصحى، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من هذا كله. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به، ما بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. يعني شو فيها؟ ما أنا بجامل بجامل وباخذ اللي بدي اياه وبمشي الحال، وانا الحمد لله بصلي، والله ما بقطع فرض صلاه. يا بابا انت تفك الارتباط بين العباده العمليه التي يريدها الله منك وبين الطقوس، فلا تعود الطقوس تفعل فيك شيئا، والله حتى نور الصلاه يذهب من وجهك، لانك خالفت ادبها، خالفت ادبها. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إيش النسيء؟ العرب في الجاهلية كانت تقدم الأيام وتأخرها، تقدم الشهور وتأخرها. هم يعتقدون أن الحرب في الأشهر الحرم حرام، هم عاوزين يحاربوا. هذا الشهر اسمه إيه؟ فرضا اسمه محرم. لا لا لا، يقول لك هذا صفر، يقدموه يسموه صفر عشان يسمح لهم أن يحاربوا فيه. فالله عز وجل سمى النسيئة كفرا. التلاعب بالأيام والتلاعب بالأزمان والتلاعب بالظروف، هذا صحيح. اليوم ما في عندنا تقديم وتأخير للشهور، لكن في عندنا تلبيس على الله تبارك وتعالى، وهو العليم الخبير، وهو العليم الخبير. بيقول لك يا شيخ هذا مش ربا، هذه فائدة، وبعدين فوائد البنوك هاي مش ربا، وبلف وبدور، وبعدين الخمر مشروبات روحية، وبعدين أخي يعني في حرية شخصية، أنت ليش تمتنع أنك تحط على الجاتو صليب؟ ليش تمتنع أنك تحط صليب؟ طب ما هاي حرية شخصية. شفت كيف؟ هاي حرية شخصية، ولا يعلم أن هذا تنازل عن عقيدة. أنت عندما تشهر الصليب على قالب جاتو ولا غيره، أنت أشهرت الشرك، أشهرت الكفر. والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والله بترسم الصليب لنصارى ليهود لمسلمين لعرب لأجانب، هو رضا عملي بواقع هذا الصليب وهو حرام. أما والله إنه يخوفوك إنه أنت عنصري لما أنت ما رسمتش الصليب، يا أخي روح على من يؤمن بالصليب وخليه يرسم لك إياه، أما أنا فلا أبدل ولا أغير. هذا اسمه التزام بديني، هذا اسمه حمل للأمانة، وأنت سميته عنصرية عشان تخوفني، سميته عنصرية حتى تشهره سيفا في وجهي وترعبني وتخلي السلطات معك وتستدر عواطف الناس اللي ما بتفهم في شرع الله عز وجل، ولا بتعرف أبعاد أن يرسم مسلم صليبا، زي اللي بحط صليب وبلبسه، زي اللي بجامل في دين الله وبقول لك إن شاء الله مقام جنات النعيم، مقام جنات النعيم، والله بيقول لن يدخل الجنة، والله بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الله بيقول لا يغفر أن يشرك به، بتقول أنت إن شاء الله مقام جنات النعيم، أنت بين حضرتك. هذا هو التبديل، هذه هي النسيئة اليوم، هذه هي نسيئة القرن الحادي والعشرين، تبديل المفاهيم، تبديل واقع
معتقدات الناس، تبديل ما أراده الله عز وجل من شرع، هذا هو نسيئة موديل 2021. ولذلك علينا أن نأخذ حذرنا من هذا كله. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، والأيام تدور، ومع دوران الأيام تحصل العظة وتحصل العبرة. تصريف الليالي والأيام، تصريف الليل والنهار، أن يأتي عليك ما كان في الأقوام السابقة، هم بردوا أنت بتبرد، هم شعروا بالحر وأنت تشعر بالحر، هم شعروا بالحرب وقسوتها وأنت تشعر بالحرب وقسوتها، هم عانوا من الكفر ضد الإيمان وأنت تعاني من الكفر ضد الإيمان، هم عانوا من الظلم ضد العدل وأنت تعاني اليوم من الظلم ضد العدل. منها 4 حرم، نعم 4 حرم، 3 متوالية ورجب مضر، يعني اللي هي 3 المتوالية بعد رمضان إلى ذي الحجة، ثم رجب، ثم رجب الذي بين جمادى وشعبان، بسموهم 3 سرد وواحد فرد، 3 سرد وواحد فرد. أما بعد أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم ولا يأتين بفاحشة فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا. والله هذه لحالها تحتاج إلى حلقة كاملة، لكن أنا بدي أقول سطرين. بدي أقول أيها الإخوة، اللي عنده خطبة الوداع ما بيخاف من كل الأنظمة المنحلة الحديثة، اللي عنده خطبة الوداع ما بيحسب حساب اتفاقية سيداو المجرمة التي جعلت الرجل كالمرأة، أو جعلت المرأة كالرجل بالأصح. اللي عنده خطبة الوداع يعلم أن محمداً صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من ربه جل في علاه وضع الأمور في نصابها، أعطى المرأة حجمها وحقها وعرفها مكانتها ولم يظلمها ولم يأذن بظلمها، ومات صلى الله عليه وسلم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول لمن حوله استوصوا بالنساء خيرا. سامع؟ هذه من أواخر الكلمات اللي قالها عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا. اللي عنده خطبة الوداع ويعلم أن من أواخر ما قاله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع هو حق المرأة على الرجل وحق الرجل على المرأة، بيعرف أن المرأة أكثر شيء تخسر حين تريد أن تكون شيئا آخر غير كونها امرأة. أكثر شيء بتخسر المرأة، اسمعوني، هو حين تريد من نفسها أن تكون أي شيء غير كونها امرأة، لأن الله إذ جعلها امرأة أراد بها الخير، وإذ جعلني رجلا أراد بي الخير. والمهمة التي تناط بنا جميعا أن يقوم كل واحد منا بما وضعه الله عز وجل له وخلقه من أجله، وإلا بنكون شقلبنا فجلبنا لأنفسنا المتاهة والشقاء والتعاسة. وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله، اسمع، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي. أيها الناس،
إنما المؤمنون إخوة، سامعين؟ فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده كتاب الله وسنة نبيه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سامعين يا دعاة الجهوية والإقليمية؟ سامعين يلي بتفرقوا العرب عربين؟ وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ونحن نشهد معك سيدي يا رسول الله أنك بلغت وأديت أمانتك ووفيت. اللهم انفعنا بهذه الأيام واجعلنا فيها من المقبولين، واجمعنا بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير، وإلى الملتقى بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.